يقول السائل: هل هدي الحاج يذبح في منى أو في أي مكان؟ الهدي يذبح في كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال فإنه يجوز الذبح فيه، يجوز الذبح فيه، ولكن الأفضل أن يذبح الهدي في منى، هذا هو الأفضل. ويجوز أنه يذبح في مكة أو خارج مكة داخل حدود الحرم، كله جائز ولله الحمد.